أهلا بكم من جديد. أعلن مجلس التنمية الاقتصادية وشركة بهاف عن إطلاق منصة بهاف للتمويل الجماعي القائم على الإقراض، والتي ستفتح أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين سبل تمويل جديدة وتساعد في تعزيز الابتكار بالمملكة والمنطقة. وتستخدم المنصة تقنية التمويل الجماعي المبتكرة للحد من تكاليف وصعوبات التمويل التقليدي عبر الربط المباشر للشركات مع المستثمرين. هذا وتعد بهاف التي أطلقت في دبي عام 2014 أول منصة إقراض جماعي مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواحدة من المنصات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي. أستاذ خالد، نرحب بك في النشرة الاقتصادية معنا، وفي البداية نود أن نسألك برأيك ما مدى التأثير الإيجابي لمنصة بهاف للتمويل الجماعي على الشركات الصغيرة من جهة والمستثمرين من جهة أخرى؟ أهلا وسهلا بكم ومساكم الله بالخير جميعا، تحية للمشاهدين واشكركم على استضافتي معكم في هذا البرنامج المتميز. هذا النوع اولا من المنصات يكون يعني بمثابة وسيط الكتروني بين المقترضين والمقرضين او بين صاحب المشروع ايا كان، مشاريع طبعا صغيرة والمستثمرين، وسيكون المقترضون او المستثمرون هم اصحاب القرار في 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 الصفقة. فطبعا بلا شك ان هذا النوع من المنصات الالكترونيه تلعب دور كبير يعني في تمويل الشركات الصغيره والمبتدئه، وكما ايضا هي يعني ستلعب دور ايضا كبير في استقطاب استثمارات للمشاريع الصغيره سواء التجاريه والعقاريه. نعم سيد خالد، كيف يعكس هذا الانجاز جهود مصرف البحرين المركزي في تطوير القطاع المالي في مملكة البحرين؟ طبعا مصرف البحرين المركزي يعكس على يعني تطوير البيئة الرقابية والتشريعات بما يواكب الحدث اليوم، وهو استخدام يعني التكنولوجيا المالية المتطورة في تقريبا جميع انواع الخدمات المالية. نعم اليوم مثلا أصدرنا كثير من التشريعات، سواء التشريعات للتمويل الجماعي أو تشريعات لاستخدام الحوسبة الإلكترونية أو السحابة الإلكترونية، أيضا أصدرنا تشريعات خاصة بالأصول المشفرة، وأيضا في طور إصدار التشريعات النهائية هذا الشهر إن شاء الله فيما يتعلق بالاستشارات ايضا الالكترونيه. نعم. وايضا اطلقنا كثير من التراخيص الجديده اللي ايضا تواكب استخدام التكنولوجيا المتطوره والحديثه. نعم سيد خالد، فيما يتعلق بايضا المنصه، منصه التمويل الجماعي، ما هي الفائده لهذه المنصه للافراد المستثمرين الافراد في مملكه البحرين؟ هاي طبعا المنصه راح تكون يعني تغطي خلينا نقول يعني ثغرة موجودة في وهي تمثل في أن كثير من الأفراد الذين يعني يحلمون في يعني إنشاء شركات لهم خاصة وعندهم أفكار جدا مبتكرة، ولكن يعني البنوك لا تعطيهم القروض أو لا تعطيهم القروض الكافية لتمويل مشاريعهم، فبالتالي هاي المنصة راح توفر لهم الأرضية والتمويل المناسب لكي يعني يستثمرون هذه الاموال في مشاريعهم، وبلا شك يعني راح يشجع الشباب، يشجع اصحاب ايضا الافكار المبتكره انهم يطورون من افكارهم ومشاريعهم. بلا شك راح هذا يخدم قطاع العماله، راح يوفر في السوق وظائف، راح أيضا يدعم الاقتصاد الوطني إن شاء الله. نعم، نشكر لكم جهودكم السيد خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، شكرا جزيلا لك. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث ارتفع مؤشر البحرين العام في إغلاقه بنسبة 0.12% بإقفال عند مستوى 1414 نقطة، حيث شهدت التداولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وأيضا قطاع الاستثمار، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,284,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,093,000 دينار تم تنفيذها من خلال 106 صفقات، وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. وأما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد واصلت التباين في الإقفال بسبب خفض الحكومة الصينية توقعات النمو، وبالإضافة إلى تراجع أسعار النفط في اليوم. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع طفيف بنسبة 0.05% بإقفال عند مستوى 8561 نقطة، وذلك عائد بشكل رئيسي لخسائر الأسهم القيادية. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بارتفاع بنسبة 0.4 النقطة مئوية بإقفال عند مستوى 5571 نقطة، وبدعم من تقدم أغلب مؤشرات البورصة وعلى رأسهم قطاع الخدمات المالية. سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت تراجعاً في إقفال اليوم بنسبة 0.28% بإقفال عند مستوى 5087 نقطة، وذلك بسبب هبوط مؤشر قطاعي الطاقة وأيضاً البنوك. فيما أقفل سوق دبي المالي بتراجع بنسبة 0.25% مئوية بإقفال عند مستوى 2636 نقطة، وذلك عائد لانخفاض كبير لأسهم شركات العقارات. أخيرا سوق مسقط للأوراق المالية شهدت ارتفاعا في إقفال اليوم بنسبة 0.31% بإقفال عند مستوى 4165 نقطة، مع تقدم لمؤشر القطاع المالي بشكل رئيسي. أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي الرامية إلى إثراء حزمة الحوافز الاقتصادية في الإمارة وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها عبر تسخير جميع الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية. وأكد المدير العام لدائرة المالية عبد الرحمن آل صالح قدرة هذه المبادرات على المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الوظائف على المدى البعيد، كما أشار إلى أهميتها في رفع كفاءة الخدمات الحكومية ونطاق التغطية الجغرافية، علاوة على تقليل درجة المخاطر وإعادة توزيعها على نحو عادل بين الحكومة والقطاع الخاص. كشف تقرير حديث أن دول الخليج العربي أصبحت اليوم من أهم وأكبر الدول استثمارا في البنية التحتية، ووفقا للتقرير الذي صدر عن شركة أورينت بلانيت للأبحاث وحمل عنوان التطور المتسارع في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أكثر الدول تقدما ونجاحا في العالم في مجال تطوير مشروعات البنى التحتية الضخمة، مدفوعة برؤية طموحة لأن تصبح من أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. ووفقا للتقرير فإن السعودية والإمارات تعتبران من بين أفضل 12 سوقا عالمية للاستثمار في البنية التحتية. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل: الأزمة بين شركة هواوي الصينية وأمريكا تعكر صفو التقدم الذي أحرزته واشنطن وبكين بشأن مباحثات التجارة. أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر من مستويات 42.6 مليار دولار بنهاية يناير ليصل إلى أكثر من 44 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي. وأرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع الاحتياطيات النقدية
لدى البنك المركزي المصري خلال الأشهر الأخيرة إلى نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها القاهرة منذ نوفمبر عام 2016، وهو ما انعكس إيجابا على الموازنة المصرية. كما أكد الخبراء أن تحسن مؤشرات قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الضوابط لاستيراد السلع غير الضرورية، ساهم بشكل كبير في تحسين وضع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي. أظهر مسح أن اقتصاد بريطانيا اقترب من عدم النجاح في تسجيل نمو مجددا في شهر فبراير على خلفية المخاوف المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ النمو العالمي. وسجلت الشركات في قطاع الخدمات الضخمة أسرع تراجع في أكثر من 7 سنوات. وتنبئ مؤشرات مديري المشتريات بقطاع الخدمات البريطاني بأن خامس أكبر اقتصاد في العالم سينمو بنسبة 0.20 نقطة مئوية فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. قضت محكمة يابانية في العاصمة طوكيو بإطلاق سراح كارلوس غوسون رئيس شركة نيسان المقال، الذي يواجه منذ أشهر اتهامات بارتكاب مخالفات مالية. وقال محامي كارلوس غوسون المحتجز منذ 19 نوفمبر الماضي إن محكمة في طوكيو أمرت بالإفراج عنه بكفالة تقارب 9 ملايين دولار أمريكي. ولن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تصاعدت وتيرة الأزمة الدائرة بين شركة هواوي الصينية وأمريكا منذ بداية العام الماضي بعد مزاعم واشنطن بانتهاك الشركة لحقوق الملكية الفكرية وتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة. ويرى الخبراء أن الأزمة جزء من الصراع التجاري الدائري بين واشنطن وبكين، وهو ما اعتبره أحد الأوراق المستخدمة في مفاوضات التجارة التي يلوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلنت هواوي رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية يوم الخميس المقبل تتعلق بقانون دفاعي، ما قد يعكر صفو التقدم الذي أحرزته واشنطن وبكين بشأن مباحثات التجارة.